طب لما جت بقى المحكمة الجنائية
الحكة الثالثة قالوا إنه مفيش جزاء ورضينا عليهم وقلنا إن الجزاء موجود حتى قبل النظام نظام الأساسي كان هناك جزاءات تتمثل في أعراض استقرت عليها الدول زي مبدأ المعاملة بالمثل وتقدير العقوبات الاقتصادية وتقدير العقوبات السياسية. شفنا إن في أوقات معينة مثلا يصدر قرار بعدم السماح للسياسيين في دولة معينة بالصبر تقدرش تتابع. تمام؟ ده نوع من الجزاءات. ليه؟ لانه شايفين ان هذه الدولة لا تحترم احكام القانون الدولي الجديد. ده حصل مع مع النظام السوري. الاول منعوا مجموعة من السياسيين وبعدين بشروا مجموعة من السياسيين وهكذا. يبقى الفكرة دلوقتي ما هيش في وجود الجزاء ولا السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية، هو العيب اللي مازال موجود لحد النهاردة هو مدى إمكانية عدالة تطبيق قواعد القانون الدولي الجديد. الفكرة مش اللي هي هذه القواعد لها طبيعة قانونية أم لا، الفكرة دلوقتي هل هي مطبقة أم لا، وهل هناك قوة قادرة على تنفيذها ولا لا. زي في القانون الداخلي يقول لك ايه، انا عندي احكام بس مش قادر انفذها. تمام؟ انت هتشعر بالعداله لما تاخد خمس احكام على اشخاص مختلف وتلاقي مفيش ولا حكم منهم يتنفذ؟ لا. فانت محتاج انه حتى لو حكم واحد كفايه بس المهم ايه؟ يتنفذ. يبقى ما يحتاجه القانون الدولي هو وجود السلطة التي تستطيع أن تنفذ أحكام القانون الدولي وقواعده على جميع الدول بالمستوى. الثوابت القضائية طبعاً تدل على ذلك، ودي اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وهنفضل نتكلم فيها لحد آخر اليوم، اللي هي المحكمات الخاصة زي رواندا، سيراليون، وليبيا. أفراد أو أهداف القانون الدولي الجنائي عرفناها وحددناها في ثلاث حاجات أساسية وإن كانت هناك أفراد عديدة. إن هو طبعا المعاقبة على ارتكاب الجرائم الدولية، وعشان أعاقب على جريمة لازم أحددها وحددناها في نظام المحكمة بأربع جرائم زي ما هنشوف. وبعد كده الوقاية من ارتكاب الجرائم، ولقينا أن الوقاية تتحقق دائما من خلال الرضع العام عملية ذكر لمن تسول نفسه ارتكاب جريمة دولية، والرضع الخاص أن الشخص اللي ارتكب جريمة لا يعود إلى ارتكابها مرة أخرى، ثم تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق أحكام القانون الدولي. ده هينعكس على الدول بالشعور رضا في أن هناك واقتناع أن هناك عدالة دولية. يبقى كده تخلي الدولة لما يقوم نزاع بينها وبين أي دولة أخرى أو أي دولة أخرى تلجأ إلى الطريق القضائي القانوني الدولي اللي هو حاسس إن هو هيجيب له حق. النهارده بقى هنتكلم في جزئية، في بعض جزئيات التطور التاريخي أنا عارفها منها. الأجزاء التطور التاريخي أنت مضعراها في الوقت اللي فاضي عندك، وقت الفراغ أو في الصيف أو في أي وقت تكون مفيدة جدا، بس يعني ما هيش حاجة مريحة بالنسبة لنا إن إحنا نعرفها من صفحة 73 تطور القانون الدولي الجنائي.
التطور بيحصل في الراحة زي ما بنقول الشكل اللي اللمحة التاريخية مش مهمة، لا مهمة كويسة تمام؟ وزي ما بنقول حتى في الحياة العامة ما بيقدرش يجيب ما بيقدرش يعرف حاضره ولا يقدر يفكر. لن أتكلم حتى تقبل لي أكثر من تمام؟ ما انا مش عايز انت لما تيجي تتظالم يعني انت راجل مواطن حر
امر شريف وعندك راي عايز تعبر عنه بطريقه سنيه بتظاهر السن. بس ايه المهم لما انت تتجمعوا كده 2000 يجي داخل بينهم كام؟ 15 20 واحد. انتوا ناس ماشيين في امان الله. ده بص ده يبقى يكسر ازاز الجيران الناس العربيات ده دخل وده تظاهر وانت اللي منظر نظام انت طالع عشان كده تمام. يبقى انا يبقى خايف من النقطه دي. فانت ارادتك للحقبه التاريخيه دي هتساعدك توسع مداركك وتقدر تفهم اكتر رؤيه اوضح للوضع الحالي. بس انا بعطيك منها معقده فهيبقى من صفحه 73 139 165 لصفحة 167 يهمني ترى كيف تمت من 73 ل 165. من 165 بقى هتلاقي حاجات احنا متكلمين عنها اللي هي المحاكمات الاستثنائيه او المحاكمات الدوليه الخاصه طوكيو ونورمبرغ يوغوسلافيا رواندا زائد اربع محاكمات. هذه المحاكمات من مفهوم الحاجات اللي احنا عرفناها كان فيها عيب شديد جدا. ايه هو العيب ده؟ ايه النقد اللي ممكن لو جينا قلنا لك قيم المحاكمات الخاصه التي تمت قبل انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه؟ تمام. ايه تاني؟ ان هذه المحاكمات زي زميلكم الكل لم تحترم ماده شرعيه الجرائم والعقوبات. ليه؟ لانها كلها لو تلاحظ فيها هتلاقيها تمت بعد ايه؟ بعد ارتكاب الجريمه. يعني رواندا بعد المذابح اللي حصلت والجرائم اللي حصلت كنا ايه؟ نشكل محكمه عقد الناس. نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالميه الثانيه قلنا ايه؟ نشكل محاكم بعقد ايه؟ كبار مجرمي الحرب. يبقى كده اخدنا ماده ايه؟ لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. وكده حتى لو كان فيه نص احنا عملناه باثر رجعي. لان المحاكمات دي كانت بتيجي تعمل لنفسها ايه؟ نظام قانوني هتمشي عليه فتحدد الجرائم الشق المعلولي وتحدد الشق الاجرامي وكيفيه اختيار القضاه. كله كده بيتعمل في شهرين ثلاثه. بعمل ايه؟ بعمل قانون واعمل سلطه قضائيه وكان بحل محل السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه تمام؟ وبجمعهم كلهم كده ايه في يوم وبطلب منهم ان هم ينفذوا هذه النصوص اللي هم وضعوها او اللي احنا وضعناها ليهم. يجي البعض يقول لك ما هو احنا جبنا النصوص دي. يعني كان من اهم الجرائم كانت جرائم الحرب. هم جابوها منين؟ ما فيش حاجه جديده. يعني ده ليس اخلالا بمبدا الشرعيه. ليه؟ قال لك لان احنا عندنا اتفاقيات ومعاهدات دوليه ومواثيق دوليه بتحرم جرائم الحرب. وانا مش بعمل حاجه غير ان انا بجيب النصوص دي وبقول للمحكمه ايه؟
من ارتكب هذه المخالفات تنطبق عليه الكفارة. بس طبعا اذا كان لا يصلح لبعض الجرائم مش ممكن ان هو يصلح لباقي الجرائم زي الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعيه. يعني مثلا على سبيل المثال انت كمرفوض في القوات المسلحه وفقا لنظام دولتك الداخلي وقانونك ودستورك الداخلي لما يصدر لك امر من رئيسك العسكري تعمل ايه؟ انها بتسعى احنا فاكرين ان في قاعده بتقول انت ما تنفذش اذا كان الامر مخالف للقانون او يشكل جريمه. انت عميل خزنه في البنك يجي يقول لك ايه؟ هات 5 مليون جنيه وتعلمني. ماشي طبعا 5 مليون جنيه بس نبيع او هيسوق في او هيروح في هيقول لك لا بس حتى كده محبه لا مفيش حد حاطط الاسوء للتحرير. ليه؟ لان انت محبه مسؤول عن سداد ال 5 مليون جنيه. تمام؟ كذلك الجريمه يجي واحد رئيس احنا عارفين الرئاسة طبعا بالنسبة لنا احنا في القانون الأمريكي مش دعوة بحد رئاسة وظيفية ورئاسة إدارية. الرئاسة الإدارية اللي هو ايه؟ يرقيك ينقلك يطلب منك عمل إداري حضور لجنة حضور اجتماع لكن لا يتدخل في عملك الفني. يعني الراجل بتاع الطب الشرعي بيتبع لمين؟ وزير العدل. هل يقدر وزير العدل هو يقدر ينقله صح؟ يجيبه من المستشفى دي المستشفى مثلا او ينقيه او يرسل له المرتب لو شاف ان هناك مخالفه. لكن يقدر ان هو يتصل بيه بالتليفون يقول له انت جاي لك قضيه قتل بتاعت فلاني فلاني طلع التقرير ان هو رمي بالرصاص او طعن غائر او سكته قلبيه. ينفع؟ مش هيسمع كلام. ليه؟ لان طلب مخالف للقانون. كذلك حتى لما تكون الرئاسه وظيفيه ورئاسه اداريه عضو النيابة العامة والقاضي والمستشار يتبعوا مين؟ وزير العدل صح؟ بس دي ايه؟ تبعية ايه؟ إدارية رئاسية فقط. يجي هو يقول لك بقى ايه؟ يجي يقول لك اعمل كذا في القضية الفلانية؟ ولا وانت بتحكم اقرا ازاي واحكم ازاي واعمل ازاي والكلام ده؟ لا هو ممكن بس يقول لك انت في التعديل اللي جاي انت هتسيب محكمة الدولة وتروح استئناف قاضي. طب النائب العام وظيفية النيابة العامة وظيفية علشان ممكن يتدخل في قرار النيابة العامة ويعدل فيها. ايه ادارية ووظيفية رئاسية ووظيفية. ليه كده؟ لان هو المشرع حضره في بعض الحاجات. هنا سمع الموضوع من الموضوعات من تصحيح هذه التبعية المشرع اختص النائب العام لاسباب معينه منها مثلا يشوف عضو النيابه اسمه ايه؟ اسمه وكيل النائب العام صح؟ يبقى انا بوكلك حاجه انا الاصيل تمام؟ يبقى انا ممكن في اي وقت اقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه؟ ومع ذلك خلي بالك الفكره دي مش على اطلاقها خالص. يعني مثلا ما يقدرش يجي يقول لرئيس النيابه اللي هيترافق في جنايه تترافع ازاي وقول ايه وكون عقيدتك ازاي؟ لا ده مش شغل انا اكونها زي ما اكونها واقول اللي انا شايفه صح. لكن انت مثلا تيجي تقول لي اطعن في الحكم ده حاضر اطعن فيه او انا اخد قرار بقى لو اقامه الدعوه جنايه وتيجي انت ايه تطعن فيه او تلغيه خلال المده المحدده القانون 3 شهور. لكن ما تقدرش تقول لي بقى ايه تتدخل بدقه في عمل الدقيق عشان برضه ما نخلطش بين الايه؟ بين طب مين اللي كان بيعيش؟ طب ما هي النيابه مثلا هي اللي بتعيش.
النيابه. طيب تمام. ده المحكمه لما بتنطر اول ما بيجي لها ورق بتنطر فيها يا جماعه. يعني حاجه اسمها القدو الوصف. حاجات متعلقه بالنظام العام زي الاختصاص. هل هي مختصه ولا لا؟ بنظرك. طب انا محكمه جنى وانت جايب لي ابنها ينفع الدور؟ ده متعلق بالنظام العام. الحكم بتاعي هيتنقض يصعن عليها لاول مره امام محكمه جنى حتى لو الخصوم ما طلبوش. لان انا شغلتي ان انا انظر ايه؟ في الجنايات فقط وليس في الجنى. او في الجنى فقط وليس في ايه؟ في الجنايات. ده اختصاص متعلق بالنظام العام. فبتيجي المحكمه ترجعك من النيابه وتقول لها ايه؟ يبقى ده أول نقد وجه إلى المحاكمات الخاصة التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية. ثاني نقد وهذا نقد حقيقي لا يمكن إغفاله أن هذه المحاكمات أي محاكمة المفروض إنها بتسعى إلى إيه؟ تحقيق العدالة. هل هذه المحاكمات كانت تسعى إلى تحقيق العدالة؟ ولا كانت بتسعى للانتقام من الناس اللي الانتقام. وأنت إذا حطيت في دماغك الانتقام يبقى إيه عمرك هتحقق أي حاجة. تمام؟ والدليل على ذلك؟ انه كل اللي اتحكموا من مين؟ من الدول المهزومه. بقى يعني مفيش ولا واحد من الدول المنتصره ارتكب جريمه حرب او ضد السلم او ضد الانسانيه؟ اكيد. بس هو دايما القانون قانون مين؟ المنتصر. فده فعلا قال لك ان هي كانت محاكمات موجهه لدرجة ان هو بعض المحاكمات المحكمة تنشأ ويتحدد نظامها واجراءات الاثبات امامها والمرافعة وتخلص شغلها في كام؟ في 11 شهر. ده انت لو عندك جنحة ممكن تاخد قدام المحكمة اكتر من 11 شهر. فمش معقولة ان هي المحكمة كانت تستطيع انها بالسرعة دي تنتهي من هذه المحاكمات الا اذا كان ايه موجه. ورغم هذه الانتقادات هذه المحاكمات تعد ايه؟ هي اللبنه الاساسيه. زي انت ما تحاول حاجه تمام وتقول ايه ما قدرتش بس يديني شرف الحرب انا حاولت خلاص بقى عندك خبره ايه؟ لما تيجي تحاول تجيب حاجه مره واثنين تيجي بقى ثالث مره ايه؟ تنجح فيه. لكن لو انت اخذت من اول مره كان ممكن ما تنجحش. وبناء عليه دي كانت لها دور وكانت لبنه اساسيه ممكن البناء عليها في انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه اللي هي هتكون موجوده او موضوع دراسي. بعد كده هنتكلم عن تقييم كل العيوب والانتقادات كانت تنصب عليه ان انا ما عنديش تقييم ما عنديش ايه كود. فهنا لازم يكون عندنا تقييم. ومحاولات التقييم كانت ايه مستمره بس تيجي في وقت لا تحدث تقدم وتيجي في وقت ايه تعمل ايه حسب الاحداث. ده قانون دولي يرتبط بالضروره بالاحداث الايه؟ الدوليه. حروب واضطرابات ومشاكل نهتم. الدنيا هاديه وساكته اهو نسكت. زي احنا مثلا لما يحصل عندنا اي ظاهره في المجتمع المصري او اي مجتمع بصفه عامه هم بره على فكره مش عارفين مننا يعني ايه يختلفوا بالاحداث يعني. يعني احنا دايما بنقول على نفسنا احنا بنقول عليها يقول لك ايه عشان حصل كذا. يعني مثلا لو حصل في واقع طالب في مدرسه تلميذ في مدرسه المدرسه او المدرس ضربه فقع له عين او الولع خد منه طويل فمات او بتاع
كل المجتمع المصري يتكلم عن الحبس ويقول لك لازم نعدل القانون بتاعه. بره مصر نفس الشيء، معظم القوانين لا سيما القوانين المتعلقه بالارهاب والاجانب والتضييق على الاجانب والكلام ده كان بيبقى سببها ايه؟ حادثه فرديه، حادثه فرديه. قوانين في عهد بعض القوانين كلهم يعني ثلاث قوانين في فرنسا حصل كانوا كلهم نتيجه لحالات فرديه. مره واحد مغربي يجي مسلم يجي يطلق النار عشوائيا على مجموعه يعتبروا القانون وعملوا قانون كذا. شويه بعدها واحده منقبه تعمل حادثه يشيروها على الفيس وبتاع ويطلعوا قانون. رغم ان كل اللي موجودين منقبات على مستوى فرنسا 490 واحد، يعني لو كلهم نار مش هيعملوا حاجه، عملوا قانون وهكذا. فاحنا لما بتحصل حادثه برضو على المستوى العالمي مستوى الدوله لما بتحصل حوادث معينه بتخلي المجتمع الدولي ينقص. اكثر حوادث او احداث مؤثره في العصر الحديث عندنا الحرب العالميه الثانيه واللي حصل في اخر 10 15 سنه من القرن العشرين. الفترة الزمنية اللي بين الاثنين كانت هادية. الحرب العالمية بأهوالها أدت إلى وجود أربع ثلاث محاكمات خاصة. هنا بقى في الفترة اللي هي 91 و93 و94 و95 بدأت في مجموعة من التوترات على رأسها لأننا هنا في الدول العربية دخول صدام الكويت. انا مفضل ما نقولش العراق، دخول صدام الكويت الكويت تمام. واللي نتج عنه ايه؟ حرب ضد العراق. 123 دوله اتحدوا في محاربه في ضد ايه؟ العراق تمام. وكان طبعا على راس الدول ديت سوريا ومصر. عندنا احداث رواندا تمام، عندنا احداث سيراليون، عندنا بعض الاماكن الملتهبه في العالم، يوغوسلافيا البوسنه والهرسك طبعا سيراليون مستمره من زمان، دي بقى الوحيده اللي هي ايه؟ عرض مستمر زي السينما بتاعت زمان. أحداث الحرب العالمية الثانية أدت إلى نتائج، أحداث نهاية القرن العشرين أدت إلى وجود المحكمة الجنائية الدولية الدولية في النهاية. بس ده حصل إزاي؟ لازم نتكلم فيه رغم إن أنا مش من المغرمين بالتواريخ والأيام بس طبعاً دي حاجات لازم نعرفها. الجمعية العامة للأمم المتحدة مش كفاية مجهودات فقهاء القانون الجنائي والقانون الدولي كانوا بيعملوا يجمعوا سجن بتاع ويجمعوا ده نوع من الايه؟ من انواع معينه من الجرائم. ده يعتبر نوع من الايه؟ من التقنين، نوع من الايه؟ من التقنين، بس مش صادر من سلطه تشريعيه ولا من سلطه دوليه، ده صادر من فقيه او مجموعه من الفقهاء. فلا يكفي ولا يمكن الاستناد إيه لرأي فقهي، أنت ممكن تستند لرأي فقهي حتى أمام المحكمة تستند، لأن أنت عارف طبعاً إن هو برضه صدر القضاء والنيابة بيرجع برضه للإيه؟ للرأي الفقهي هو بعيد. وحتى إحنا عندنا في مصر في مصر ليهم ميل كده لبعض الإيه؟ لبعض أساتذة القانون الجنائي، يكون بالذات في إجراءات الجنائي الدكتور فلان والدكتور فلان يرجع لهم على طول. ده طبعا يمكن ان هي الشخص يعني يبدا يشوف الناس بتقول ايه في النقطه دي، ما هو مش لازم اكون ايه ماشي على خط التراب يعني ولا يمين ولا شمال، لا هشوف اكون فكرتي واكون عقيدتي انا لوحدي وبعدين اشوف القرار بيقول ايه، المحاكم اللي اكبر مني ومحكمه النقض واشوف الراي الفقهي بيقول ايه. بس هذا لا يكفي، الاجتهاد الفقهي ده لا يكفي. اتعمل مؤتمر في
في لاهاي في سنه 1907 كان في برضه مجموعه من التقنينات كويس مرحله. وسنه 49 جت اتفاقيات جنيف اللي هي نصبت بقى ايه كيفيه التعامل مع الحرب ومع ذبح الحرب ومع مرضى الحرب. تعرف طبعا ان هو ايه احنا دايما بنقول الانسان لا يعلو صوت على صوت الايه المعركه. فانت اثناء الحرب بالنسبه لك عدو ده تعمل فيه ايه كل حاجه اللي انت عايزها. فاكتشفنا ان في جرائم تعد جرائم حرب، انت طالما خسرته يبقى لا يجوز ليك لا تعذيب ولا ان انت تحصل منه على معلومه هو مش عايز يديها، ولا انك انت تمنع عنه الاكل او الشرب، ولا انك تعامله معامله غير ادبيه. واذا انت لقيت واحد جريح ده العرب دي حاجه بقى نفخر بيها احنا العرب، كان هو من غير قانون دولي يتهم من غير اي حاجه يلاقيك جريح ما يسمعش، يعني هو جاي يقتلك بس لما لقيت اتجرحت قدامه هو ما يرضاش يقتلك، لا يستناك لما تكون صحيح سليم معافى وبعدين يقتلك. حتى احنا كده يا جماعه النهارده في احكام الاداب بيوقع الكشف الطبي على الحياه قبل ما يعرف. تمام؟ مش معنى كده ان انت لو عندك زكام مش هتعرف تاني كده كده ما هي فجت بقى اتفاقيات ديت ونظمت لي جرائم الايه؟ الحرب في اربع اتفاقيات وحددت لي كيفيه معامله اسرى الحرب وذبح الحرب والمدنيين واظهرت لي حاجات ما كناش احنا كعسكريين الراجل العسكري ما كانش يعرف. يقول لك مثلا لا يجوز لك ان انت تضرب بمواد معين ودي ممنوعة دولية. تمام؟ ان انت ما ينفعش ان انت تضرب في منطقة وانت ما انتش عارف مين اللي فيها، هل هما مدنيين ولا عسكريين؟ لا، لازم تكون ايه؟ اهدافك اهداف عسكرية. ما ينفعش ان انت تضرب مدنيين عزل، ما ينفعش ان انت تضرب نساء، ما ينفعش ان انت تضرب اطفال وهكذا. الجريح بتاعك تعامله معاملة معينة. وكل الانتهاكات لهذه القواعد تعد ايه؟ جرائم دولية. طب دي مرحلة، يبقى مرحلة التجنيد الفقهي مؤتمر لهيئة 1907 اتفاقية جنيف 1949 ده ايه نشاط أول. جت بقى الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت منها لجنة هيكون لها دور مهم جدا اسمها لجنة القانون الدولي. وكانت مشكلة من 17 دولة كانت من بينهم مصر. اللجنة دي كانت مكلفة بعدة تكليفات منها ان احنا نبحث عن طريقة لتجميع احكام القانون الدولي، وان انا افكر في كيفية انشاء محكمة جنائية دولية دائمة. جت اللجنة مشكلة من 17 دولة قالت لك احنا هنشكل لجنة أخرى بس المرة دي من أشخاص من فقهاء القانون الدولي وفقهاء القانون الجنائي المهتمين بالشأن الدولي والجرائم الدولية، وهم دول اللي هيكون لهم دور مهم جدا في انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه. هذه اللجنه ما زالت تعمل حتى الان لجنه دائمه كانت مشكله من 15 فقيه عددهم بيزيد لحد ما وصل دلوقتي لكام واحد؟ 34 واحد. كان دورها ايه بقى اللجنه دي؟ كان لها دور مهم جدا ونرجعه دلوقتي في انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه نفسها. يبقى انا كده بمر المراحل. المرحله الاخيره في حركه تقنين القانون الدولي الجنائي او انشاء نظام روما الاساسي كانت الاحداث اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي بتاعت نهايه
القرن العاشر. دي بقى ايه الشعره التي ايه قال لك لا احنا كده بقى ايه انت عارفين العراق هي محكمه جنائيه خاصه بيها على فكره ولها نظامها. ممكن لما نيجي نتكلم عن التكنيكات وحاجه عايز اعمل فيها تفكير ممكن نتكلم تمام. ودي من الدول القليله جدا اللي فيها محكمه جنائيه خاصه بيها تعاقب على من يرتكب جرائم دوليه. الضرورة الملحة دي لإنشاء قضاء دولي جنائي دائم في بعض الفقهاء اعترض عليه. قال لك احنا عندنا ما يكفينا من معاناة ومن مشاكل في المجتمع الدولي مش عايزين نجيب وسيلة جديدة كمان إلى جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأحلام كذا والمجموعات الاقتصادية كذا مش عايزين نضيف لها حاجة جديدة اللي هي المحكمة الجنائية الدولية تقدر تهيمن عليها مجموعة من الدول الكبرى زي ما هم مهيمنين على مجلس الأمن ويسيطروا ويتدخلوا في شؤون الدول الإيه الضعيفة والدول الصعبة. تعرفين طبعاً انه زي ما انتم عارفين القانون الدولي مجلس الامن ودور مجلس الامن المجتمع الدولي يسعى المفروض انه يسعى الى تحقيق الايه العداله والانصاف وهو يكرس في صدره فكره ايه عدم المساواه ينص عليها صراحه. انت ممكن تكون ما انتش عارف بس تحط ايه يعني تحط حتى النصوص بس تخليك لكن لما تيجي تكرس في النصوص عدم المساواة دي تبقى شوية ايه مش لطيفة. فلقينا مجلس الأمن فيه خمس ايه دول أعضاء دائم ونرجع تاني نقول ايه ده المساواة بين الدول والعدالة بين الدول وما عادش فيه دولة قوية ودولة ضعيفة وما عادش فيه دولة كذا ودولة كذا كل دولة لها صوت والاحترام المتبادل مش كل ده دي الانشاء اللي احنا بنقولها في القانون الدولي. هما بقى بيكرسوا عكسها. لذلك تلاقي انت لما يكون عندك عايز تدرس مشروع يدين اسرائيل او اي دوله مبتدئه تبص تلاقي امريكا بيتكلمكش حتى كدوله تسعى الى عمل هذا المشروع ده تعمل بيان كده ها وتقول لك ايه اي مشروع يدين اسرائيل فيما يخص المستوطنات احنا هنعترض عليه. معناه بتقول لك ايه ما تبش نفسك ما تبحثش ما تدرسش. لذلك دي المشروعات اللي كانت في العلم ولا تعرض اصلا على التصويت تعرضها ليه انت عارف ان دي هي بتقول لك انا هعترض. يبقى انت لو معايا ال 14 دوله وهي معترضه حق الدين يبقى حوار كل حاجة. ده طبعا نوع اذا كان له مبررات فنان هل ما زالت المبررات موجودة ما عدتش موجود. انت بتطالب الشعوب اللي هو شعوب العالم الثالث انها تكون حكومات انها تكون ديمقراطية فلازم انت تدي النموذج وتقول خلاص انا هتخلى عن حق الفيتو وهخلي الراي بالأغلبية عالي نسبة الأغلبية خليها 10 من 15 خليها 12 بس ما تقولش يرضي حق الايه للدين. طبعا هو العكس دلوقتي ده عايزين يدخلوا دول يعني في دول تقول لك انا عايز ايه اخد حق الدين. ده موروث بقى ايه ده موروث اذا كان موروث سياسي وثقافي اذا كان يصلح زمان فهو لا يصلح هذه ايه فدي وجهه نظر بعض الفقهاء قال لك ان هو لا داعي لانشاء قضاء دولي جنائي لانه برضه ايه هيفشل. طبعا الراي الاخر في راي اخر وكانت له غلبه لان هو قال لك لا ده لازم مش لازم نهرب من المعركه
فلازم ان احنا يكون عندنا قضاء دولي ماهي، وحاولوا يردوا على اعتراضات او الاسباب التي دفعت المعترضين للاعتراض. اول اعتراض قال لك انه وجود محكمه جنائيه دوليه لا يعد اهدار لمبدا السياده. كل دولة بتعتز كل دولة بسيادة، وأحد مظاهر السيادة إن الدولة هي اللي تعمل القانون بتاعها وهي اللي تطبقه. عمرك شفت مثلا جات فكرة إن احنا نطبق الاحتراف القوانين مثلا؟ نجيب هو ناس محترفين زي الدكتورة كده، نجيب هو دول متقدمة أوي في القوانين. عمرنا جينا مثلا بناخد القانون الفرنسي أحيانا، بس عمرنا قلنا هنجيبوا فرنساويين يشرعوا لنا؟ لا. ولا هنجيبوا القضاة يقعدوا على المنصة؟ لا. ده مصدر من مظاهر إيه؟ السيادة بتاعتنا. تمام؟ ففي قال لك أنا لما أعمل قانون بقى ولاقي دولة قانون دولي، ولاقي جهة أخرى غير قضاء القضاء الداخلي هي اللي بتطبق، وتيجي تقول لي فوضي على فلان وأطلق سراح فلان وححبس فلان وحاعدل فلان، ده يعتبر نوع من ايه؟ من انواع اهدار السيادة. انت لو حبيت ترد على هذه الحجة تقول ايه؟ ايه اللي ممكن يتبادر لذهنك ردا على هذه الحكم؟ وانتو شوفوا بقى التاريخ المصري، التاريخ الروماني بيقول ايه الكلام ده؟
لإله. هو وصل نفسه إلى إيه؟ مرتبط. لأنه إله. تفضل في حياة الإله. هي دي فكرة الإيه؟ السيادة والملك. لذلك هو إيه؟ الملك هو اسمه من أسماء إيه؟ الله عز وجل. آه. والملك بنقوله على إيه؟ على بشر. شوف خد إيه؟ أخذ صفة. خد اسم من أسماء إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. لأنه أراد أن يحصن نفسه ويحصن ملكه. مش كفاية أن أنا أكون عادل، مش كفاية الناس تكون مبسوطة مني، لا، ده أنا لازم يكون فيها ناحية إيه؟ تقديسية. حتى الجريمة زمان ما كناش بنجرمها عشان هي إيه؟ ضد المجتمع أو السائد في المجتمع أو أعراض المجتمع، ده إحنا كنا بنعتبرها جريمة إيه؟ ها؟ لأنها تخالف إرادة الآلهة. أنت كده غلطت في مين؟ المجتمع ده ولا يهمك حاجة. أنت ارتكبت الجريمة ضد مين؟ الآلهة. وعايز بقى يغفروا لك ويعفو عنك، تروح ترجع لمين؟ لكهنة المعبد. هما دول اللي يقدروا إيه؟ يعفو عنك، مش هتروح للماضي خالص. تمام؟ يبقى تقدم القربان وتدفع وتعمل والولاء والطاعة عشان نقدر إيه؟ نعفو عنك. هل الفكرة دي ما زالت موجودة دلوقتي؟ لا. لا خالص، ده العكس صحيح ده. إن إحنا دلوقتي أنت تستطيع إن أنت تخاصم وزير العدل، تخاصم وزير الداخلية، تخاصم وزير الطرق والكباري، صح ولا لا؟ وخضوعه ونزوله أمام القضاء وهو يمثل الدولة، ده نوع من الإيه؟ من الديمقراطية، وده احترام لإيه؟ لسيادة الدولة. يبقى فكرة السيادة أصبحت إيه؟ مختلفة في العصر الحديث عن فكرة السيادة المطلقة. السيادة أصبحت سيادة إيه؟ نسبية. إذا كانت هناك ضرورة نخلي العمل ده لتقنية السيادة. مفيش ضرورة يبقى قرار العقل. إحنا احتفظنا برئيس الجمهورية. لا مش إحنا كمصر يعني. كل دول كل القوانين الجنائية في دول العالم المتقدم احتفظت برئيس الدولة بحاجة غير دي. ليه؟ حق العقل. حق ليه؟ العقل. عملت له يعني نبقى متأكدين إن أنت مجرم وارتكبت الجريمة وأركانها ثابتة وثبت لنا بالدليل الخاطئ باعتبار أن الحكم الجنائي هو عنوان الحقيقة. مجرد أن أنت خلقت حكم نهائي أصبح ده إيه؟ عنوان الحقيقة أن أنت مجرم. ومع ذلك حددنا رئيس الدولة أن هو إيه؟ يعفو عنك. احتفظناه بالخصوصية. تمام؟ طبعاً دي موضوعها موضوع تاني موضوع كبير. العفو له إيه؟ ضوابط. يبقى دلوقتي نزول الدولة نفسها أمام القضاء هو نوع من الإيه؟ من الديمقراطية والاحترام إيه؟ لسيادة الدولة. ليه بقى؟ لأنها تحترم قانونها اللي هي إيه؟ أمان. الأكثر من ذلك بقى اللي زمايلكم قالوه إن أنت دلوقتي ما أنتش مرهم على الانضمام لنظام روما الأساسي. ده أنا بقول لك اتفضل. هذا النظام اقراه وافهمه ودقق فيه قوي، ولو كان عندك مقترحات قولها قبل ما نطرحه للتصويت. تمام؟ اذا عجبك هتصدق، ما عجبكش مش هتصدق. لذلك احنا عارفين الدول الغير اعضاء في المحكمه الجنائيه الدوليه غير ملزمه بالتعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه. ما هي شروط؟ ما عجبهاش نظام روما، ما عجبهاش نظام الأساس المحكمة الجنائية. دي أول حجة. الحجة الثانية قال لك إن دي هتكون مظهر من مظاهر التدخل في الشؤون الداخلية لإيه؟ للدول. هنستغلها استغلال سيء. هنوجهها. هنسيسها. الرد على ذلك الحقيقه ان هو رغم كل الانتقادات اللي اتقالت ضد المحاكمات الجنائيه
خاصة لوالدة وما شابه، إلا إن إحنا ما قلناش إن هي كانت إيه مسيسة، ما ثبتناش إن القضاة مثلا أخذوا رشوة عشان يصدروا أحكام معينة. ده علاوة على إن إحنا هنختار القضاة وفقا لضوابط معينة: حسن السير والسلوك، السمعة الطيبة، الكفاءة الأمنية، ومش حاجتهم من دولة واحدة، ومش حاجتهم من قارة واحدة، ومش حاجتهم من توجهات كلها رأسمالية، ولا توجهات كلها شفافية، ولا توجهات كلها شيوعية. ده أنا حاجتهم إيه؟ هنقيهم وفقا لضوابط معينة. ناس تبتسم بإيه؟ بالنزاهة والحنية. الحالة دي هتكون صعبة إن أنا أأثر على المحكمة. كذلك قال برضو ان هو يعني احنا بنحط العربة امام الحصان، يبقى عمرها ما هتمشي، لان مش العربية هي اللي هتسحب الحصان، المفروض الحصان هو اللي هيسحبها. ازاي؟ قال لك اعمل قانوني اول وبعدين هات المحكمة اللي تطبق. ما تجيبش محكمة عشان تدور على القانون اللي هي ايه؟ هتطبق، صح؟ قلنا طبعا ان احنا في محاولات تقليل اللي احنا قلنا عليها متعدده ومتكرره، وانتهت بنظام هما الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه وده بمثابه ايه؟ تقنين. وبناء عليه اصبح عندي تقنين واقدر اطبق مبدا ايه؟ لا جريمه ولا عقوبه الا بالنص، عدم تبعيه قواعد القانون الجنائي، هتطبقها نقص الفوق المباشر، وكل الضوابط الجنائيه كمان. قال لي برضو ان انت دور هذه المحكمة هيكون مؤقت. اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية، حصل عندنا مشكلة في يوغوسلافيا بلد الحرب او بلد الانسانية او بلد الجنس، شكلنا محكمة خلصت شغلها مشي. حصل في رواندا، شكل محكمة خلصت شغلها مشي. ايه المانع ان انا استمر على كده؟ يعني على هذه الوتيرة مفيش داعي ان انا يكون عندي محكمة ايه؟ قاعدة ثابتة دائما كده. الحقيقة ان الكلام ده مردود عليه جدا، ان الاضطرابات والجرائم الدولية تزداد مستمرة، ورغم انها بتهدأ في فترة وتزيد في فترة الى انها ايه؟ مستمرة. وبعدين انت لما يكون عندك محكمة قاعدة هادئة مستقرة، ومش من قضاة مش من قاضي، ما هو الا جزء منظوم. يعني يجي القاضي ده ويمشي، اللي بعده يجي يكمل على اللي هو ايه بدا، صح؟ يبقى انا كده هيبقى عندي ايه؟ استقرار وثبات. فتقوم المحكمه تقدر تعمل اللي هي عملته الشهر اللي فات مع عمر البشير، عليك فيه ايه الملف ده مؤقتا، علقه ايه ما خسرتش، حكمت عليه كمل. قالت لك انا حطيت الفتحه ليه؟ قصه السودان، وانا مش عارف اوصل لها بحل، ما حدش بيتعامل معاها، علقها وسكت. بس ممكن الملف ده يتفتح امتى؟ بعد سنه، بعد اثنين، بعد 10، يكون المدعي العام اللي وقف الاجراءات ده مات مثلا، او مشي، او ترك العمل، او اتحل المعاش، او انهى مدته. بس هيجي واحد بعد ايه؟ يكمل المسيره اللي هو ايه؟ اللي هو بداها. لكن لو هتبقى محكمه خاصه هينفع كمان؟ اخر حكم بقى. طب ما نكتفي بالقضاء الوطني. القضاء الوطني لا سيما ان انت جاي في نظام المحكمه في المجال الدولي، لما تقول لي انا مش حالي القضاء الوطني، ده انا هكمله. فليه لا ان احنا نكتفي بالقضاء الوطني في محكمه دولة مصر واحدة ارتكب فيها جريمة دولية، مصر دولة محترمة، هتيجي تعصب وتقدمها محكمة الجنايات الإدارية على المسلمين، محكمة الجنايات الطارئة على المسلمين، إيه المشكلة؟ طبعاً الرد على ده سهل جداً، إن هو القاضي الذي ينظر في مسألة جنائية رقمية بحتة غير متمرس في قواعد القانون الدولي، مش هيبقى عنده القدرة على تحقيق العدالة اللي بيحققها في ظل القانون الايه؟ الوطني.
كان قضية دولية حتجيله في حياته، وعلى هو ما يفصل في قضية يكون راح طلع على المعاش، ويجي قاضي أول مرة في حياته تعرض عليه جريمة ضد الإنسانية أو جريمة إبادة أو كده. لكن لما جيب ناس متخصصين شغلتهم كده هيكرسوا بحسن زي احنا ما نيجي. طب ما يقول لك ايه مثلا اخواننا في الدول العربية الدول الخليج كان بيحكمنا استاذنا الدكتور المنظر فبيقول لي احنا كان معه في السعودية الخليج استاذ مدني فهو لايح يدرس ايه قانون مدني. فجي بعد شويه كده لهم ايه قالوا له دكتور ايه عايزينك تدرس لنا شركه قانون مدني يعني انت عارف نظام مدرس فرنساوي على ما يكون مدرس فرنساوي انت هتظلم الطلبه فهي الفكره كانت ايه انت راجل واخد دكتور على فكره انت المستقبل واخد دكتوراه في القانون بس هو ايه بينتظر بقى ايه التخصص الدقيق بتاعك لكن هي الفكره في البدايه يقول لك ايه العالميه درجه العالميه في ايه في الفلسفه في القانون في الاقتصاد في الطب ها في فرنسا لحد دلوقتي يقول لك ايه برضو درجه الدكتوراه في الحقوق بس برضو لازم اقول لك ايه التخصص تمام او المدرسه القانونيه اللي انت ملحق بها اثناء الدراسه كل قسم احنا عندنا هنا شؤون الدراسات العليا صح؟ اللي هي بيقابلها هناك اللي يكون دكتوراه اللي هي ايه؟ مخصصة بالدكتوراه بس ايه؟ في الجامعات الكبيرة تلاقي في كل تخصص الايكول بتاعته المدرسة الايكول يعني المدرسة المدرسة بتاعته قانون الجنائي تلاقي ايه؟ قسم خاص بالايكول دكتوراه بتاع ايه؟ بتاع القانون الجنائي دول بقى مش موظفين لا ده الشق الاكاديمي الشق الاداري زي عندنا السيد وكيل كبير شؤون الدراسات العليا والاستاف اللي معاه الاستاذ عزاوي والموظفين وبتاع ده الاداري مفيش مشكله قبول اوراق بتاع الكلام ده والبرمومات ماشي لكن داخل كل قسم تلاقي ايه بقى وانت بتدرس انت ملحق بمدرسه علميه معينه متخصصه في القانون الجنائي لدرجة ان في القانون الجنائي تلاقي بتوع الكريمنولوجي وعلم الاجرام لوحده ده داخل القانون الجنائي عندي ايه؟ عندي القانون الجنائي وعندي بتوع الكريمنولوجي لوحده علم الاجرام المدرسه لوحده تلاقي فيها مين بقى؟ انت ملحق بهذه المدرسه مين؟ تلاقي فيها اساتذه، اساتذه مساعدين، مدرسين، مدرسين مساعدين، معيدين، ناس بتعمل دكتوراه زي حضرتك تمام؟ وانت ايه ملحق بهذا الايه الكم الهائل تاخد معلومه من ده زي يساعدك حاجه انت تساعدك حاجه وفقا للنظام معين بيظهر اكتر فينا يا جماعه في الكليات العمليه احنا عشان كليه المريض الموضوع ما بيبانش قوي الكليات العمليه بقى ليهم المعمل بتاعهم انت شغل كانك موظف زمايلنا اللي في الزراعه اصدقائنا اللي كانوا بيعملوا هناك زراعه لقيت واحد فيهم قال لي لا انا حسيت الزراعه خالص ليه؟ قال لي يا عم الدنيا مش عندنا كده مش في مصر لا احنا ده هنا انا من الساعه 9 خمس ايام في الاسبوع من الساعه 9 للساعه 4 شغال اروح ليه بقى؟ لان الدكاتره اساتذه واساتذه مساعدين وزمايلك اللي بيعملوا دكتوراه زيك وزمايلك المعيدين والقسم وتلاقي الدنيا كلها شغاله فانت لازم تروح تشتغل انت كمان كل يوم في شغل لذلك بتكتب انت بقى المعمل اللي انت ملحق بيه رسمي كده
اي لما ما تروحش تيجي بقى ايه تاخد اي ولع او اي كلع او اي اجراء يقول لك هات موافقه النعم اللي انت تبعه. مش موافقه الدكتور المشرف بقى، ما هو الدكتور كل يوم هناك شايفك بتيجي ولا ما بتجيش، بتشتغل ولا ما بتشتغلش، بتعمل معاهم ابحاث ولا ما بتعملش. قال لي ده احنا الموظفين عندنا في مصر ما بيشتغلوش الشغل ده، ده انا هتقل بس هتطلع بقى هتطلع بقى ايه؟ هتطلع فعلا بتدور على حد واشتغلت بايدك مش مجرد حاجات نظريه، وشفت اللي بيشتغل ازاي؟ وعامل لك امكانيات. قلت له فانت عندك امكانيات؟ احنا نتمناها يعني. طبعا عندهم لما يجي يتصل بهذا في مصر عندهم تليفون، كانت الاتصالات زمان غاليه مش زمان قوي يعني، بس كانت غاليه فعلا. تجيب الكارت كده ب 10 يورو ولا حاجه تقول لهم زيكم عاملين ايه على ريت عشوائيه وبتاع خلاص خلص الكارت. فقول لي يا عم احنا بنروح عندكم عشان ناخد التليفون بتاعكم نتصلوا بيه يعني. عندك تليفون دولي، عندك تاكسي دولي، عندك مكنه تصوير تحت ايدك، عندك اوراق، عندك احضار، عندك كتاب، عندك اهداف، عندك خرايط، عندك حاجات نعمل بميزانيه بشغل تمام. احنا برضه فكره اللي هي التخصص، ينفع قاضي دولي على ما يكون قاضي دولي؟ ما ينفعش. مدرس فرنساوي على ما يكون مدرس فرنساوي؟ ما ينفعش. فيبقى القضاء الدولي مع القضاء الوطني مع احترامنا ليه مش هيكون ايه؟ قيام كارثي مش مؤهل جيدا للقيام بهذا الايه؟ العلم. دي الاعتراضات وردينا على كل الاعتراضات الى جانب هذه الاعتراضات. كان في بقى بعض الاساليب اللي بيستند اليها بالاضافه الى هذه الردود تدعم موقف انشاء محكمه جنائيه دوليه في المفروض للموجود حاليا. ان شاء الله نكملها في المحاضره. يا سلام صراحه ناس كبار يعني مفيش حد اتحرك من مكانه. كويس زمايلكم بقى اللي في الكبير كبير برضه يعني. اول ما تقول المحاضره جت تلاقي ده قام ولم حاجاته. اتفضل يعلموا عليه.
عايزين يعني ان شاء الله السنه الجايه نشوف تعمل الدكتوراه. فانا عايزك تعمل شغل ايه؟